بكم أطفالي الأحباء، تلاميذ صف الأول الأساسي. أهلا وسهلا بكم في حصة اللغة العربية، واليوم سيكون درسنا من المحور الأول البيئة والغذاء، الدرس الثالث في بستان العم رشيد، حرف الشين. في نهاية هذا الفيديو نصبح قادرين على أن نستمع إلى قصة جديدة ونجيب عن أسئلة حولها، نتعرف إلى حرف الشين وأصواته القصيرة والطويلة. أحتاج إلى كتاب القراءة العربية. نلاحظ هذه الصورة ونعبر عنها. هل أعجبكم هذا المشهد؟ يا لروعته! في أي فصل نرى هذا المشهد؟ ممتاز، نراه في فصل الخريف. لاحظوا أوراق الأشجار، هيا نعدد ألوانها. هناك أوراق صفراء، برتقالية، بنية، وبعض الأوراق الحمراء أيضا. هل اصفرت أوراق كل الأشجار؟ أحسنتم، هناك بعض الأشجار التي ما زالت خضراء، نسمي هذه الأشجار أشجار دائمة الخضرة. اليوم سنتعرف على بعض هذه الأشجار في قصتنا. نستمع إلى قصتنا الجديدة لهذا اليوم، عنوانها في بستان العم رشيد. قال شادي: اقتربنا من بستان العم رشيد. سألت رشا: كيف عرفت؟ ها هو بستان العم رشيد، كله ألوان، شجر الكرز والتفاح والإجاص، أحمر وأصفر وبرتقالي. وماذا عن شجرتنا؟ شجرة السنديان، دائما سنديانتنا وحدها خضراء. لا 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 تنسي شجرات الزيتون في آخر البستان، هي أيضا خضراء، قريبا يقطفها العم رشيد. رأت رشا البط يسبح في البركة فقالت: نجلس حول البركة نراقب البط. بسرعة نزل الأولاد ومشوا على الأوراق اليابسة. خش خش خش، مدت أم شادي بساطا قرب البركة ووضعت فوقه شرشفا أبيض لتحضر عليه الطعام والشراب، ثم وزعت شطائر جبنة ومناقيش ومشمشا مجففة، ووزع أبو شادي كؤوسا من الشاي الساخن ومن شراب الورد لمن يريد. شرب شادي ورشا الشاي، بينما شرب رشاد شراب الورد. واك واك واك، البط يقترب من الأولاد ويحاول التقاط الخبز الذي يرمونه في البركة. بعد الطعام زرب شادي البط في قفص كبير وربط الباب، ثم توجهوا جميعا إلى آخر البستان ليروا أشجار الزيتون. والآن أحبائي أجيب عن بعض الأسئلة. ما هو عنوان القصة؟ ممتاز يا شطار، عنوان القصة هو في بستان العم رشيد. كيف عرف شادي أنه اقترب من بستان العم رشيد؟ ممتاز، عرف شادي أنه اقترب من بستان العم رشيد لأنه رأى ألوان أشجار الكرز والتفاح والإجاص. كيف تلونت أوراق هذه الأشجار؟ رائع، تلونت أوراق الأشجار بالأحمر والأصفر والبرتقالي. نسمع جيدا هذه الكلمات: شادي، رشاد، رشيد، شرب،
الشاي، رشا، شراب. ما هو الحرف الذي تكرر في هذه الكلمات؟ إنه حرف الشين، اسمه الشين وصوته إش، وله أصوات قصيرة وطويلة: ش، شو، شي، شا، شو، شي. شين، ش، شجرة، شو، شرطي، شي، شراع، شا، منشار، شو، قشور، شي، رشيقة، شمعة، خشب، قرش. ماذا تعلمنا اليوم؟ استمعنا إلى قصة جديدة وأجبنا عن أسئلة حولها. تعرفنا إلى حرف الشين وأصواته القصيرة والطويلة.